شاهدوا هذا الجرار العملاق والذي علق بهذا الطين كما تشاهدون، إنها منطقة غابات ثلجية، فشاهدوا كيف يرجع ويتقدم حتى يتمكن من الخروج. إنه جرار ثقيل للغاية، لكنه يقاوم حتى يخرج من هذا المكان. شاهدون هذا الجرار العالق بهذه الأرض الزراعية، إنه يحاول الخروج لكن شتان أن يخرج. شاهدوا كيف أن العجلات تدور ولا تستطيع الخروج بسبب انزلاق الطين والمياه معا والتربة، ما يشكل الوحل الذي تشاهدونه أمامكم. وشاهدوا خلفه هذه الجرافة التي تحاول سحبها، لكن لا بد أنها علقت حقا. شاهدوا هنا المحاولات التي تبدو ناجحة للخروج. شاهدوا هذه الشاحنة الكبيرة الذي يقوم الجرار هنا بسحبها، أو هي من تقوم بسحب الجرار، لا تعلم كيف يحدث هذا. شاهدون الجرار العالق لا يستطيع الخروج أبدا، ها قد قام بجر الشاحنة وأخذها معه. هنا كما تشاهدون قاموا بسحب هذه الجرارات عن طريق ربطها ببعضها البعض، لقد ولدوا قوة كبيرة لإخراج بعضهم من هذا المكان. كما تشاهدون هنا دخول هذا الجرار العملاق مع هذه الكمية الكبيرة من الأخشاب. شاهدوا العجلات المزنجرة التي تساعده جدا على تخطي هذه العقبات، لكن الحمولة أظنها ستغرق. شاهدوا كيف يقوم بسحبها بهذه القوة الجبارة لهذه العجلات الرائعة التي تقاوم أي شكل من الطين. شاهدون هذا الجرار والذي علق بالطين، فشاهدون السيارة قامت بسحبه، إن معه حمولة كبيرة من الخشب، لكن السيارة كانت قوية للغاية انسحبت. لكن هنا قد علق ولن تستطع السيارة أيضا إخراجه، فمعه كمية كبيرة من الأخشاب ما تعد ثقلا وحاجزا بينهما. شاهدون المحاولات لإخراج هذا الجرار من هذا المكان. إنه يتقدم لكن بصعوبة، كما أن الحمولة عالية جدا وثقيلة أيضا كما تشاهدون. شاهدوا كيف تنزل العجال بالوحل. ربما سيحدث شيء خطير هنا. شاهدون المحاولات العديدة لإخراج هذه السيارة مع الحمولة من الأخشاب. شاهدوا هذا الجرار العملاق والذي يحمل معه هذه الأغصان من الشجر. شاهدوا صعوبة خروجه من هذا المكان، إن هذه الأرض الطينية تشكل عائقا كبيرا عليه. لقد أفلت من هذا المكان بالفعل. شاهدوا هنا هذا الجرار والذي دخل إلى هذه المنطقة المليئة بالمياه، لكن ماذا عساك أن تفعل؟ فهذه أرض طينية وأيضا مليئة بالمياه، ومن الصعب المشي بها. شاهدون قوة هذه الإطارات العملاقة والتي ستخرجه من هذا المكان، إنه يعلق شيئا فشيئا. مع هذه الحمولة الكبيرة أستغرب كيف خرجت هذه العربة. شاهدوا كيف تدخل في هذه المناطق المليئة بالمياه، إن هذا الطين يشكل عائقا كبيرا كما تشاهدون. لو علقت هذه السيارة ماذا ستفعل في هذه المنطقة المقطوعة أصلا؟ لن تستطيع أي السيارات الدخول وإنقاذ هذه العربة مع حمولتها من أخشاب الأشجار.
ها قد علقت في هذا المكان. الآن يحاول الخروج. إنه يمر عبر هذا الممر الطيني بالكامل مع هذه الحمولة الثقيلة. هنا هذا الجرار والذي دخل بالوحل، لكنه جرار لرفع الأثقال عن الأرض. وشاهد الجنازير وثقله، وشاهد الجنازير والثقل الموجودة بهذا الجرار. إنه يقوم بالمشي بهذه الأرض والتي كلها واحل وطين. شاهدوا يحاول الخروج من هذا المكان. شاهدوا هنا هذا الجرار العملاق والذي يمشي على قدم واحدة على ما يبدو. يحاول الخروج من هذا الطريق الطيني لكنه يأبى بالفشل. شاهدوا جيدا. هنا هذا الجرار يقوم بالخروج من هذه المنطقة، وكما تشاهدون هذا الشلال من الطين. يبدو أنه أوقع نفسه بهذه المشكلة الكبيرة. شاهدوا، لقد انغرزت العجلات للنصف، لكنه يريد أن يدخل الغابة، ولكنه يريد أن يدخل الغابة. شاهدوا هنا الجرار يقوم بسحب هذا الجرار الآخر العالق بالطين والوحل هنا. إنها أرض زراعية، لكن ما الذي يدخل هذا الجرار في هذا المكان؟ شاهدوا، تبدو عملية سحب ناجحة. بالفعل لقد نجحوا في إخراجه من هذه البركة الكبيرة من الطين.